مرحبا أصدقائي في قناة العافلة التقنية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعا مثل ما وعدناكم إحنا عندنا فقرة دعم للتطبيقات للناس اللي تواصلوا معي على الفيسبوك، ندعم تطبيقاتهم على قناتنا على اليوتيوب. وهذه مبادرة يعني إحنا بهمنا أن الناس تعرف تطبيقاتكم، وهي من ضمن إحدى الترويجات للناس تعتمدها انك انت تعمل ترويج لتطبيقاتك على اليوتيوب. طبعا كتير ناس ما بتعرف او كتير ناس ما بتتبع هاي الطريقة، ولكن صديقي انت فيك تعمل قناة على اليوتيوب وتسميها My Applications وتعمل ترويج لتطبيقك على اليوتيوب، بحيث انت انه في ناس كتير بتبحث عن تطبيقات معينة. لو عملت فيديو هيك صغير عن تطبيقك وشرحت عن تطبيقك بشكل سريع ما خسران شيء صديقي، انت يعني انت بتعمل اللي عليك والباقي رب العالمين. فاحنا مبادرة بس لأصحاب اللي عندهم تطبيقات، حابين هيك نشرح شوية تطبيقات بحيث انه انا ادعم الناس اللي عندها تطبيقات عموبيزة عاملينها وحابين ينشروها. طبعا انا بنشرها للناس اللي عندي موجودين على قناتي، وكمان الناس اللي بتدخل جداد كمان ممكن يشوفوا تطبيقاتكم ويستفيدوا ويحملوا تطبيقاتكم. وانا يعني التطبيقات اللي بحكي عنها هحطها بالوصف لحتى الناس اللي حابة يحمل التطبيق يحملوا عن طريق الوصف. وانا مثل ما حكيت انه انا بس هعمل التطبيقات اللي معتمدة ومتأرشفة وجوجل قبلها على جوجل بلاي. ليش؟ لأنه أنا كمان قناتي مبدية هتكون فيها مخالفات من جوجل أو أي مشكلة بتواجهني أنا كقناة شخصيا. فحبيت أنا بس أشرح اللي هي القنوات اللي هتكون، بس هي القنوات اللي عفوا التطبيقات اللي حتكون بس معتمدة على جوجل بلاي. فأصدقائي خلينا نبلش بأول تطبيق اللي هو أول تطبيق اللي هو هذا التطبيق. نفتحه، هو تطبيق قرآن كريم نحمله. اللي هو تطبيق من شخص صديق لي على الفيسبوك اسمه أحمد الخطيب. هو تطبيق فيه موسوعة كبيرة من القرآن الكريم وحديث نبوية. خلينا نشوف التطبيق تكلم عن شو. يعني تطبيق فيه قرآن كريم مثلا، ماهر المعيقلي، ياسر الدوسري مثلا، الشيوخ هذول. تطبيق حلو جميل، تنسيق جميل، مكتب الصوتية. شوف فيه قرآن كريم بأصوات متنوعة مثلا، نضغط هيك وهكذا. فيه أناشيد كمان، قصص الأنبياء، آدم عليه الصلاة والسلام، إدريس عليه الصلاة والسلام. أنا فيه قصص الأنبياء، أنا شوي النت عندي ضعيف. فيه كمان حسن المسلم، فيه كمان 40 نبوية، كلمات متقاطعة، ما اسم آخر 3 أجزاء في القرآن الكريم. كمان انت فيك كمان تحمله وتستفيد. وكمان تأخذ أفكار منه تطبيق، فيك تعمل يعني تأخذ أفكار وتحطها بتطبيقك. صديقي تطبيق حلو وجميل، تنسيق متناسق، أجمل الصور الإسلامية. شو فيه صور؟ لا تطبيق حلو صراحة وجميل، حملوا التطبيق، تطبيق كتير حلو. أنا هحط رابط التطبيق بالوصف. هذا أول تطبيق عندنا.
في عنا أنا تكلمت عن تطبيق اسمه النغمات القديمة، كمان حملوا التطبيق اللي هو عبارة عن تطبيق بيتكلم عن فيك تحمل نغمات قديمة لنغمات تليفون. طبعا أنا هحط رابط هذا الوصف، رابط عفوا التطبيق بالوصف، فيك تحمله صديقي. خلينا نفتح ونشوف عن شو بتكلم هذا التطبيق. طبعا احنا ما لنا علاقة بالإعلانات. تطبيق كمان جميل، فيه نغمات فيك تحملها وتسمعها. مثلا خلينا نجرب، فيك تحطها كرينج تون عندك. طبعا احنا الإعلانات بدناش نحط إعلانات عشان ما نضر الشاب. فيك تحط هاي النغمات مثلا، عجبتك هاي النغمة، هو عبارة عن تطبيق نغمات. إضافة هو ضايف كمان لينك لتطبيقاته التانية، كمان وعنده صلاة الاستخارة، كمان تطبيقات خلفيات سوداء كمان عنده. فهذا هو التطبيق بشكل عام، بيحكي عن نغمات الهاتف القديمة. فأنت فيك صديقي تأخذ أفكار، تتوسع وتشوف شو هو هذا التطبيق، حمل التطبيق وادعمه هذا الشخص. نروح على التطبيق الثاني اللي هو، أو التطبيق الثالث اللي هو هذا التطبيق. حكيت أنا عنه سابقا، اللي هو جامعة العلوم الإسلامية. هذا التطبيق بيحكي عن جامعة من جامعة معترف فيها بالأردن. فيك أنت تنزل التطبيق وتعرف شو هاي الجامعة، شو هي مقرراتها، شو هي نماذجها، شو هي الأسئلة اللي بتحكي، شو هي يعني بشكل عام عن الجامعة، شو الأقسام تعيتها، كيف تسجل، و و و وإلى آخره. خلينا نشوف التطبيق. الجامعة في سطور، طبعا احنا بدناش الإعلانات. هاي الجامعة بشكل عام، يعني للناس اللي عايشين بالأردن خاصة فيهم يفوتوا هذا التطبيق ويحملوا ويشوفوا. هذا التطبيق تطبيق حلو صراحة، تنسيق جميل. فيك تحمل التطبيق وتشوف عن شو بيحكي التطبيق. هو عن الجامعة اللي هي جامعة العلوم الإسلامية، أقسامها وتخصصاتها ومقرراتها وأكثر من شغلة موجودة في التطبيق. هاي هيك بنك الأسئلة والامتحانات. لا جامعة تطبيق متعوب عليه الصراحة وكتير ممتاز. في كمان انت، لا تطبيق جميل صراحة، فيه كتير أمور فيك انت تحمله وتستفيد منه صراحة. الشاب تعبان عليه، تطبيق جميل. هذا التطبيق الثاني أصدقائي اللي هو جامعة العلوم الإسلامية. نروح على التطبيق الثاني اللي هو تطبيق قرآن كريم كمان بالخط العثماني. خلينا نشوف شو هو التطبيق. صوت قارئ الشيخ ماهر المعاقلي. طبعا انا بعتذر على الصوت هذا اللي عم تسمعوه، لانه انا اصلا موجود بالدوام بالشغل، فقلت خليني اعمل هذا الفيديو لانه من زمان حابة اعمله، قلت خليني بعمله هيك سريع بس لحتى ادعم الناس اللي بعتوا لي تطبيقاتهم بمسج، فحاب انا ادعمهم، ما بدي اتأخر بالفيديو كتير، فاعذروني على الصوت.
طبعا هو التطبيق أكيد بحكي، هو القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. نعمل أوبن، قراءة 60، نشوف ناش احنا الإعلانات، هاي سورة الفاتحة. سورة البقرة، يعني إذا حاب تستفيد وتقرأ سورة البقرة هيك مباشرة، تستمع للقرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، كمان تأخذ أفكار كمان. حلو، تطبيق جميل. هذا التطبيق الثاني الثالث أصدقائي، اللي هو القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. نروح على التطبيق اللي بعده، نغمات للهاتف، نضغط ونشوف شو هو هذا التطبيق. نعمل انستول. كمان اعتقد هو نفس التطبيق اللي تكلمنا فيه، بس يمكن يكون فيه نغمات تانية. خلينا نشوف من اسمه، يعني هو تطبيق بيحكي عن نغمات للهاتف، فيك انت صديق تحمله وتشوفه وتدعم الشخص اللي عنده هذا التطبيق. انا هحط روابط التطبيقات هاي بالوصف. وأي شخص حاب كمان أنشر له تطبيقه وأحكي عنه، ما عندي أي مشكلة. ناشي الإعلانات، نغمات رومانسية، كمان إعلانات ناشياها. خلينا نشوف. نغمات تركية، تطبيق حلو. نغمات ايفون، تنبيه، يعني تطبيق بيحكي عن نغمات بشكل عام، فيك تحملوه اصدقائي. نروح على التطبيق اللي بعده، تطبيق ميني جيمز. خلينا نشوف شو هذا التطبيق. انا بعت لي اياه الشاب، بس مش عارف هل شكله التطبيق مش موجود. anyway، هذا التطبيق اللي بعت لي اياه الشاب، رجاء شوف تأكد من رابط تطبيقك، لانه انا حاولت افوت عليه وما دخلش صراحة، مش عارف ليش. anyway نجرب، شوف من هون ادخل عليه. لا موجود التطبيق. انا كنت ناسي حرف، يعني خلينا نحمله للتطبيق. انا كنت ناسي حرف بالتطبيق باللينك التطبيق، عشان هيك ما قدرت افوت عليه. خلينا نحمل هذا التطبيق أصدقائي، حملوه ادعموا الشاب أو صاحب التطبيق، شكله تطبيق حلو بيحكي عن الجيمز بشكل عام. نعمل أوبن، بس يحمل شوي. هيك Make sure you have internet and try again. I think في مشكلة بالتطبيق. صديقي صاحب التطبيق، فوت على تطبيقك وشوف شو المشكلة رجاءً، لأنه أنا فتحت التطبيقات تاني وكلها اشتغلت. يعني مثلا نجرب لو مسحته هيك.
في مشكلة بتطبيقك صديقي، رجاء شوف تأكد شو المشكلة، لأنه أنا هون فتحت التطبيقات الثانية فتحت معي عادي ما في أي مشكلة. وهكذا أصدقائي، هاي التطبيقات بشكل عام، بتمنى إنكو الروابط التطبيقات بتكون بالوصف، بتمنى إنه تفوتوا على الوصف وتحملوا هاي التطبيقات. أولا إنتو هيك تدعموا أصحاب هاي التطبيقات اللي معمولة على موبيزي، وثانيا إنتو كمان تستفيدوا، بتاخدوا أفكار وبتاخدوا يعني أفكار حلوة لتطبيقاتكم، تشوفوا تحب تحط تطبيقك. لما تحمل هاي التطبيقات كمان أنت بصير عندك إنه أنت تاخد فكرة من هون تاخد فكرة من هون. أنا من الناس اللي هيك بعمل، يعني بشوف تطبيقات تانية وبحملها وباخد أفكار من هاي التطبيقات، مش غلط. وإن شاء الله حجي أعملكم فيديو اليوم بكرة بالكتير أو خلال هالفترة، كيف أنت تقدر تحط وصف وكلمات مفتاح عفوا، كلمات اللي هي keywords، كلمات مفتاحية لتطبيقك، بحيث انه يكون عليه تحميلات كتير ومباشرة يطلع بالسيرش لما حدا تدور على بجوجل بلاي على تطبيق معين. هذا بشكل عام الفيديو اصدقائي، هاي التطبيقات اللي قلنا بدنا ندعمها. حملوا التطبيقات اصدقائي، ادعموا الناس وخذوا كمان افكار، يعني حمل التطبيق خذ افكار وخليه عندك التطبيق دائما، افتحه وخذ افكار وهيك وهكذا. شكرا جزيلا اصدقائي، وعذرا طولت عليكم، وان شاء الله قريبا فيديو جديد اليوم بكره بالكتير بعمل لكم هيك فيديو مرتب، مش هنحكي عنه، هنحكي عنه بوقتها. وبتمنى لكم يوم سعيد.